للمزيد ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ أشرف العشري مدير تحرير الأهرام. أهلا بك معنا وتحية لك أستاذ أشرف. بداية يعني عدة محاور تطرق إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيره البولندي، إلى أي مدى يسهم هذا اللقاء وهذه القمة في تعزيز علاقات الشراكة بين البلدين؟ مساء الخير. بكل تاكيد العلاقات او المباحثات المصريه البولنديه اليوم اعتقد انها كانت معمقه واحتوت على كثير من القضايا والملفات بالغه الاهميه، احداث نوع من ترسيخ عواصر العمق الاقتصادي والسياسي في المرحله القادمه بين البلدين، خاصه انها الزياره الاولى لرئيس بولندا بعد سنوات طويله، واعتقد ان القاهره راغبه في احداث نوع من الانفتاح مع كثير من دول العالم، املا ان يكون هناك اسفل تعزيز للحدود والركيزه المصريه في ملفات الاقليم على المستوى الدولي والعالمي. بكل تاكيد المباحثات اشرفت على كثير من الملفات بلغه الاهميه سواء على المستوى الثنائي او حتى على المستوى القضايا الاقليميه والدوليه، وابرزها ما يتعلق بامكانيات تعميق العلاقات المصريه البولنديه في مجالات الصناعه والتجاره والتكنولوجيا وتوطين الصناعات البولنديه في نفس المرحله القادمه، والاتفاق على مجموعه من المشروعات الاستثماريه الكبرى في المرحله القادمه، خاصة خضوع النجاحات التي أثرتها مصر من خلال أحداث طفرة في المسار الاقتصادي والتنموي، وهذا الأمر هو الذي شجع بولندا وغيرها من دول العالم على يكون لديها درجة كبيرة من الحضور في الملفات الاقتصادية والتنموية بشكل كبير في هذه المرحلة الدقيقة، بالإضافة إلى البحث في كثير من القضايا الخاصة بتعميق العلاقات على المستويات السياسية في ضوء ما يواجه العالم والشرق الأوسط من قضايا وتحديات بلغة الأهمية. ترتقي بولندا أن يكون لديها دور كبير المشاركة في قضايا الإقليم خلال الغطاء والحاضنة المصرية باعتبار أن مصر تشكل رقم صعب في المعادلة الإقليمية وأيضا العربية والشرق الأوسطية، بالإضافة إلى البحث في قضايا تتعلق بالحرب الإلكترونية الروسية والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط. وكان اللافت هو هذا التأييد الإيجابي للغاية من قبل الجانب البولندي لأزمة سد النهضة وتأييد المواقف المصرية باعتبار أنها مواقف راسخة وعادلة تتماشى مع القرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي. واعتقد الجانب البولندي اعرب عن تفاؤله بامكانيه ان يكون هناك بالفعل تحرك في المرحله القادمه لتأييد المواقف المصريه انها نابعه من حقوق تاريخيه شرعها القانون الدولي ووفر لديها استحقاقات النجاح في هذه المرحله الدقيقه. بالاضافه للقضايا الخاصه في تطورات الاوضاع فيما يتعلق بالقضيه الفلسطينيه، وشيء ايجابي ان يكون هناك بالفعل درجه كبيره من التعاطي البولندي لتأييد الحضور والجهد المصري في امكانيه ان يكون هناك بالفعل توسط الى سبل او حل ايجابي حل دولتين في الاراضي المحتله في المرحله القادمه، باعتبار الجهد المصري هو الابرز والاكثر حضورا في هذا الملف على مدار 70 عاما، وتمثل مصر المركز الرئيسي لتوفير التسويات الخاصه بالقضيه الفلسطينيه. واعتقد ان الجانب البولندي استشعر وعلم تماما ويعلم ان هذا الحضور المصري وهذه المسانده من قبل المجتمع الدولي يشكل قيمه مضافه للجهد المصري لإحداث نوع من الاختراق في هذه القضيه التي تشكل حجر زاويه للاستقرار. نعم مفهوم. طيب استاذ اشرف، يعني بولندا استضافت ثلاث دورات سابقه للقمه العالميه للمناخ، ومصر تترقب هذه القمه كوب 27، الى اي مدى يمكن ان تساهم بولندا بخبراتها في هذه القمه المرتقبه في مصر؟ هذه القضية كانت محور بحث ونقاش معمق بين الزعيمين، واعتقد ان الجانب البولندي اعتقد ان كان لديه درجة كبيرة من التفاؤل بنجاح مصر في استضافة هذه القمة في شهر نوفمبر الصادق في شرم الشيخ، واعتقد ان تم التباحث عن امكانية ان يكون هناك تعاون مصري بولندي ونقل الخبرات والاتفاق على افق حل لكثير من القضايا المتعلقة بالمناخ في العالم باعتبارها قضية جوهرية وحساسة تواجه كثير من دول العالم حاليا. اعتقد ان هذه الاستضافه من قبل مصر في شرم الشيخ وايضا المشاركه البولنديه ونقل كثير من التجارب البولنديه في هذا الشان من شانه ان يوفر كثير من استحقاقات النجاح لهذه القمه، تمثل نقله حضاريه في المرحله القادمه، خاصه ان المجتمع الدولي يعول على نجاح هذه القمه في شرم الشيخ لاصدار قرارات فعليه وليس توصيات فقط في هذه المرحله، وهذا ما تنشره تسعى اليه مصر بكثير من الجهد والحراك في هذا الشان. وبالتالي المشاركه او التعاون المصري البولندي فيما يتعلق بقضيه المناخ 27 كوب 27 من شانه ان يوفر استحقاقات النجاح لهذه القمه، وان يكون هناك تبادل المشروعات والقضايا على جدول الاعمال وايضا سبل الخروج بقرارات ومقررات تلعب دورا كبيرا في توفير تفاهم دولي واحداث نقله في التطبيق العملي لهذه القرارات في المرحله القادمه، لان المجتمع الدولي يراهن على هذه القمه باعتبارها انها ستكون حجر الزاويه لبدء تطبيق قرارات الشرعيه الدوليه في الحفاظ على المناخ والبيئه في المرحله القادمه. نعم اتضحت فكرتك استاذ اشرف العشري مدير تحرير الاهرام، اشكرك جزيل الشكر.